باب الحيض. كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلم: كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه، وستة أو 7 لما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. أقل طهر بين حيضيها جعل، كنصف شهر ثم أقصاه جهل. وإن أردت قدره في الغالب، ففصل شهر بعد حيض غالب. وغاية النفاس 60، وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلل. وإن أردت مدة الحمل الأقل، فنصف عام بين وضع وحبل. وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا 9 من أشهر.